من لا يدعم محمد صلاح الأسد الكاميروني يهاجم منظمي الكرة الذهبية. فالكاو أسطورة الكرة البرازيلية محمد صلاح نقل الكرة المصرية للعالمية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. من لا يدعم محمد صلاح الأسد الكاميروني يهاجم منظمي الكرة الذهبية. شن أسطورة الكاميرون روجي ميلا منظمي جائزة الكرة الذهبية واتهمهم بالعنصرية ضد اللاعبين الأفارقة حسب قوله أنهم لا يريدون أن يفوز بها اللاعبين الأفارقة مثل محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز. وقال الأسد الكاميروني في تصريحات لشبكة أفريقان نيوز: لطالما أنتجت أفريقيا لاعبي كرة قدم رائعين خاصة في العقدين الماضيين مثل صمويل إيتو ودروكبا ويايا توري ومحمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني، وحسب آراء الخبراء لقد استحقوا في مرحلة ما من حياتهم المهنية هذا اللقب الفخري. وانتقد ميلا أن جورج ويا لا يزال حتى الآن هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية منذ عام 1995، وأضاف: الغرب لم يرحبوا أبدا بفوز اللاعبون الأفارقة بتلك الجائزة التي حققها جورج ويا، ولم يتمكن الرجال من فعل أي شيء لأن جورج كان الأفضل في ذلك العام، ورأوه الجميع وكانوا مقتنعين بأنه الأفضل. الآن لا يريدون للاعبين الأفارقة الفوز بهذه الجائزة. في رأيي ما يفعله محمد صلاح رائع واستثنائي، وساديو ماني أيضا. وأضاف روجر ميلا الذي يشكك في شفافية جائزة الكرة الذهبية، والذي يعتقد أن هناك عنصر من التمييز فيما يتعلق بلاعبي كرة القدم الأفارقة: يجب على مديري مؤسسات كرة القدم أن يكونوا صادقين وأن يعترفوا بصفاتهم. ويقدم محمد صلاح أداء أكثر من رائع خلال مباريات الموسم الحالية، مما دفع العديد من الخبراء والنقاد في كرة القدم العالمية يرشحونه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول من كل عام لأفضل لاعبي العالم. فالكاو أسطورة الكرة البرازيلية محمد صلاح نقل الكرة المصرية للعالمية. أكد فالكاو نجم ومدرب منتخب البرازيل السابق أن محمد صلاح لاعب ليفربول نقل الكرة المصرية في السنوات الماضية للعالمية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لاعب من طراز رفيع. وقال فالكاو في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: صلاح يملك فرصة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، حيث أنه قدم مستويات رائعة مع ليفربول، وتابع: منتخب مصر يستحق التواجد في كأس العالم لأنه يمتلك لاعبون مميزون. ويعتبر الدوري المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الكروي الحالي 2021-2022 بعد المستويات الرائعة التي ظهر بها الفرعون مع ريدز. ويعد محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي البريمير ليج برصيد 17 هدفا عن طريق التسجيل والصناعة. ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف رغم صيامه التهديفي خلال آخر مواجهتين أمام كل من برايتون وويست هام يونايتد، متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي. أرتوريل: محمد صلاح يمكنه المنافسة بقوة على الكرة الذهبية، ورحب بتدريب الإسماعيلية. يرى محسن أرتوغرل المستشار الفني داخل الاتحاد التركي لكرة القدم والمدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي أن نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول يمكنه المنافسة بقوة على جائزة الكرة الذهبية، ويتواجد صلاح ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 بجانب لاعبين آخرين على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوسكي. وقال أرتوغرل في مداخلة عبر برنامج البريمو المذاع عبر قناة تين: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وهو لاعب رائع ويستطيع المنافسة بقوة على الكرة الذهبية. عن ذكرياته مع الإسماعيلية: الإسماعيلي له مكانة خاصة في قلبي، ولا أنسى عملي مع عدة نجوم وعلى رأسهم أحمد فتحي ومحمد جودة ومحسن أبو جريشة. وأضاف: أحمد فتحي لاعب رائع وقادر على العطاء، ولم تكن مفاجأة لي أنه ما زال مستمرا في المشوار الكروي لأنه لاعب متميز ومحترف. وواصل: أنا لا أتابع باستمرار مباريات الدوري المصري، ولكنني أتابع اللقاءات الكبرى ومنها ديربي الأهلي والزمالك. وتم تصريحاته قال: أنا أرحب بالعودة للدوري المصري والتدريب في الإسماعيلي مرة أخرى بشرط بعد نهاية عقدي مع الاتحاد التركي. محمد صلاح 50 أسيست مع ليفربول، خامس لاعبي الريدز في عهد البريمير ليج.
حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما مميزا بعد أن صنع هدف الرز الأول أمام مضيفه ويست هام يونايتد الذي سجله ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبية. وذكر موقع أنفيلد واتش أن محمد صلاح وصل إلى الأسيست رقم 50 مع ليفربول في مختلف المسابقات منذ أن انضم إلى الريدز في صيف عام 2017. وأوضح الموقع أن محمد صلاح بات خامس لاعب في ليفربول يصل إلى هذا الرقم في عهد البريمير ليج بعد كل من ستيفن جيرارد 144 أسيست، ستيفن ماكمان 74 أسيست، روبرتو فيرمينو 62 أسيست، جوردان هندرسون 50 أسيست. كما بات محمد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم صناعة للأهداف برصيد 7 أسيست بالمشاركة مع النجم الفرنسي بول بوكبا لاعب مانشستر يونايتد. ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 نقطة متأخرا بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة خلف مانشستر سيتي الوصيف برصيد 23 نقطة. ويأتي ويست هام يونايتد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة. ويسعى الريدز لاستعادة نغمة الفوز في البريمير ليج بعد تعادله المفاجئ في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق برايتون بنتيجة 2-2. في المقابل حقق ويست هام يونايتد فوزا عريضا على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1. ويطمح النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى هز شباك منافسية بعد صيامه التهديفي خلال آخر مواجهتين أمام فريق برايتون في الدوري الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا. ويرغب ليفربول في استغلال تألقه أوروبيا بعد صعوده إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية نظيفة من أجل تخطي عقبة ويست هام قبل توقف المنافسات بسبب الأجندة الدولية. تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وويست هام. أعدت شبكة هوسكورد العالمية تقييما لأداء النجم المصري محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة اليوم بين فريقي ليفربول وويست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز واستضاف ملعب لندن الأولمبية مباراة الفريقين في ختام المنافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي حيث خسر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل نهاية حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سيتوج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا صلاة على النبي.